حياة الرحيم ديالي عندهم وليداتي عندهم ست شهور ولدت في ثمانيه شهر خمسه حياة الرحيم تخلى عليا راجلي ولا كيضربني كيعنفني ديما العصا ديما هادي مني جرى عليا من الدار خدا ليا وليداتي مشيت اني خديت بقيت معاه خديت الوليدات جيت لدارنا ودارنا ما حالهمش وليداتي دابا عندهم ست شهور كنطالب كنطالب بالناس المحسنين يعاونوني على وليداتي حيدوا ليا الرحيم حيتاش لقاو الخواد لاصقين على الوالده قال لك اما غتموتي اما غنحيدوا لك الرحيم ما تشاوروش معايا وما تشاوروش مع راجلي وما سنيتش انا وما سناش, سناش راجلي صافي راجلي قالك مني ما سنيتش انا صافي ما عندك ما ديري عندي انا خويا انا ضعت انا ضعت كنشوف راسي الرحم تحيد لي وليدات غنتحرم منهم عندي جوج وليدات جوج دراري آه راجلي كيهددني كيقول لي غديريها ولا هاد جوجي ولا شي حاجه نجي ناخذهم لك وكيقول لي الصير ما غنصيرش لك عليهم سيري دعيني نضرب الحبس وما نصيرش لك عليهم جر عليا خويا انا دابا انا وتوام حنا ثلاثه الناس متشردين بحال ما عنديش فين نبرك اخويا نكذب عليك ما بغيت بغيت الناس واخا يكريو ليا واخا اللي كاين اللي كاين اللي جات من عند الناس مرحبا كنقلب بحكم اللي عاوني على وليداتي الله يسهل عليكم حيت وليدي ما بغيتش نشردهم ما بغيتش نضيعهم وباقيين صغار باقي باقي مستقبل قدامي وانا باقا صغيره انا براسي عندي 22 عام مغلوبه وبغيت اللي وقف معايا الله يرحم ليكم الوالدين بغيت اللي وقف معايا ما كاين حتى شي واحد معاوني في العائله العائله ما كيجيوش عندي كاع ما عمر شي واحد في العائله ما جاو عندي من غير دارنا اللي باركه فيها صافي ما عمر واحد في العائله ما سول لي في وليداتي ولا في ولا في انا و... وما واحد. ما معايا حتى شي واحد حتى واحد ما كيجي عندي وراجلي راه ولد عمتي هذا الشيء حيت حنايا مخاصمين مع العائله على يعني حساب ما كيجوش كي عندي على حساب راجلي راه ولد عمتي من الفاميله ديالي وما داكشي علاش ما كيجي يسول فيا ما حتى واحد التربيه ما عمر واحد يشري لي شي حاجه لا العيد هو لا ما كاينش اللي كيكسيهم انا كناخذ من عند الناس كن كل مره ورزقهم كيجيبهم كي الله الحمد لله وإذا عندي عندها ستة ستتلخو عندي ستة الخوت باقي نتا صغار شفتهم اخويا صغار تربيات كل عنده عامين كي اللي عنده ثلاث سنين ما قالت لك لا ما نعاونك ولادك هزي من راسك وانا مسؤوليه كبيره عليا انا عندي 22 عام وليت في جوج تربيات وليت في الطلاق باغا نطلق وضعت انا ما انا ما دايره لا بايدي لا برجلي انا مشيت نولد عادي بحالي بحال العيالات مشيت نولد في مستشفى بني رشد ميريزكو صدقت محيد محيد لي الرحيم لاحني الراجل انا ما درت لا بايدي لا برجلي الوالده هي ما باغانيش نبرك معاها في الدار شفتي اخويا شفتي التعامل اللي كتعامل معايا الوالدين ما باغانيش نبرك معاهم حيت هما هما مستافدين كانوا في العشوائي مستافدين قال لك ضيقتي علينا انت وولادك حنا بارك علينا هاد الوليدات اللي عندنا ضيقتي علينا سيري عند راجلك سو راجلي ملي كنمشي عندو كيجري عليا انا وهاد الوليدات اليوم كنهضر على خويا على حقي بغيت حقي انا من هاد من هاد السيد بغيت حقي من السبيطار اللي حيد ليا الرحم وبغيت حقي من هاد السيد اللي لاحني انا وهاد الوليدات كنت منا حتى انا مي حيلي ووليداتي وراجلي حدايا وكنا بخير قبل ما نولد مع الوليدات كان خدام وكيجي لقاني في الدار واليوم اخويا من ولدت هاد الوليدات تلاحيت تشرطت انا وهاد الوليدات ما عنديش ما عنديش فين نمشي انا وياهم كنشوف راسي حياتي كانت في شكل ومن تحيد الرحم وبلا ما يتشاور مع رجل، ولم ما يسني وليت في شكل هو لحني قال انا باقي صغير انا عندي 22, 22 32 سنه بغيت نتزوج انا باقي صغير ما يمكنش لي نشد مرا ما عندهاش الرحم كنقول لها خويا نعس الشيطان عاود عمتي الشيطان هذو راه وليداتنا راهم بجوج كيقول لك لا ما عندكش الرحم ما عندي ما ندير بك وانا خويا اليوم كنهضر على حقي عندي جوج تربيات ما الله غالب حليبهم ليكوشهم مسؤوليه واحد شويه غيوليو غيوشيو مدرسه ما ما عندي ليهم جهد كنطالب غير على الاقل غير ساكن فين نسكن هاد الوليدات ما بغيتش نتخلى عليهم ما بغيتش نعطيهم يتربى ما بغيتش نمشي نديهم الخيريات ما بغيتش ما بغيتش نلوح وليداتي حيت انا ما غنشوف تنعيغ غنشوف غن ما عرفتش شنو غندير وحق الله ديخة بيا الدنيا وليداتي باقيين صغار وانا محطمه نفسانيا محطمه مريضه نفسانيا من يوقع لي هادشي تحطمت ما بقاش عندي الخاطر تل راسي صغار تا راسي والوليدات الصغار اللي كيبكيو ليا بالحليب ليكوش الا مرضوا ضرب ضربهم البرد كيبقاو يكحوا حتى كيبراو بوحدهم ما كنلقاش لي كيشري تا ليكوش اخويا هادشي اللي كي ضاعت اخويا اه ما عندي ما عندي مستقبل قدام انا باركة مع والدي عندي سته الخوت وحنا كنا غير في العشوائي في, في الكاريان يعني تحولنا مستافدين عندنا بريطمه لنا غير شريك عندنا بريطمه ساكنين فاكين با انا وخوتي سته وأنا هي السابعه ووليداتي جوج با خدا ما خدامش عنده اسم سكنه شي بهيمات سارحهم يا هي ربه بيت ما كاينش اللي كيصرف علينا حنا بروسنا ما كاينش اللي كيصرف علينا والوالدين بحال هتقلى عليهم انا ما عنديش فين نبرك بغيت شي سكينه بوحدي انا وهاد الوليدات وديك الساعه نخرج نخدم عليهم ونهزهم بوحديتي هادشي اللي كاين كنطالب اليوم اخويا بحقي وحق وليداتي لحتاش انا ضعت انا ما بقاش ما بقاش الحياه ما بقاش كتبان لي راها غاده ما بقاش ما بقاش كيبان لي المستقبل كنحس براسي ضعت ضعت لا ساكن الا راجل ولا راحم حتى حاجه ما بقات عندي من غير هاد الوليدات ما بغيتش نفرط فيهم كنطالب من خوتي المحسنين يشوفوا من حالي ومن حال وليداتي الله يرحم الوالدين الله يسهل عليهم <applause>